أرحب بكم مشاهدينا في ساعة ثانية من حدث اليوم، وهذه نظرة على أبرز عناوينه. القصة الأولى تبعناها من تونس في الساعة الأولى، وفي التفاصيل المشيشي يلجأ لسياسة الضغط الأقصى ضد قيس سعيد، يقيل وزراءه ويمد يد الحل الدستوري. القصة الثانية تابعناها من تطورات سوريا، وفي التفاصيل بعد ليلة قصف على أهداف إيرانية قرب دمشق، إسرائيل تغلق مجالها الجوي ومناوراتها المفاجئة مستمرة. القصة الثالثة نتابعها في بداية هذه الساعة من ليبيا، وفي التفاصيل مجلس النواب المنقسم يدعو لعقد جلسة منح الثقة في سرت، واجتماع صبراطة يتأجل إلى الغد. والقصة الرابعة أيضا نتابعها في هذه الساعة، يمنية إنسانية وعسكرية، وفي التفاصيل بالباليستي وبالكاتيوشا، الحوثيون يقصفون مخيما للنازحين قرب مأرب، وقتال عنيف يتجدد. في ليبيا إذن اجتماعان موازيان لبرلمان واحد، ينتظر منه منح الثقة لحكومة تقود البلاد إلى ساحة الانتخابات، حيث كشفت مصادر بأنه تم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الليبية القادمة ونقل أعمال المجلس الرئاسي إلى المدينة. وقالت إنه من المقرر إرسال طلب للجنة العسكرية المشتركة لتأمين المدينة من أجل طمأنة نواب الغرب. إلى ذلك تم تأجيل اجتماع آخر لقرابة 100 نائب من مجلس النواب في مدينة صبراطة بأجندة تكاد تكون غير توافقية مع اجتماعات طبرق، وتستهدف انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بالإضافة للنظر في مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة. الحكومة بحصول الأقاليم الثلاث على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا حتى داخل الإقليم. العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت من ليبيا. يجب أن تعمل الحكومة من دير سرت في وسط ليبيا، يستطيع الجميع القدوم إليها، وكذلك توفر مقر للإقامة والعمل بها، ولا توجد بها ميليشيات مسلحة. عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة بحث منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5+5 الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد 24 ديسمبر 2021. منح الثقة للحكومة حق أصيل لمجلس النواب طبقا للإعلان الدستوري ولكل الدساتير العالم. تكليف لجنة الدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق، تكليف الحكومة بالاهتمام بها، ومنها إصلاح طريق طبرق بساعات. إحالة مقترحات المسار الدستوري للجنة التشريعية لإعادة النظر فيه. النائب الليبي أحمد شرف طالب أعضاء البرلمان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى لجنة 75 التي تتضمن شخصية جدلية على حد تعبيره. من زملائي أعضاء مجلس النواب التحلي بروح المسؤولية لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ومحاسبتها، ولا ننجر إلى لجنة 75 اللي كنا معارضين من الأساس، ما عدا أعضاء مجلس النواب والدولة ما كنا معارضين على الشخصيات الجدلية اللي تم اختيارها وما نعرفوش منين تم اختيارها، وباش ما تتعرض للطعن وتولي حكومة تكون حكومة لكل الليبيين. المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلاحق قال إن المجلس عقد جلسة تشاورية تفق خلالها على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى عمل حكومة العمل من مدينة سرت. كما شدد البرلمان على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن. ثالثا، يجب على الحكومة القادمة أن تعمل من خلال مدينة سرت في وسط ليبيا، بحيث يستطيع الجميع القدوم لها، وكذلك توفر المقار الخدمية لهذه الحكومة، وأيضا توفر الأمن وعدم وجود ميليشيات مسلحة. رابعا، تم قرار عقد جلسة خاصة في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5+5 من الناحية الأمنية. خامسا، الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري. في أول تصريح له بعد تسلمه مهامه، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوفيتش في كلمة
أعقبت لقاء جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد أعرب عن امتنانه لدعم الرئيس التونسي له في مهمته بليبيا. كما نقل كوفيتش رسالة الأمم المتحدة إلى سعيد لدعم تونس لمجلس الأمن، مؤكدا تطلعهم إلى الحصول على المزيد من الدعم على نحو يسهل عملهم. سيادته عن الامتنان والاعتراف بالنسبة لشخصي وبالدعم الذي تقدمه تونس ويقدمه سيادته إلى الأمم المتحدة وإلى ليبيا، حيث نبحث عن الاستقرار والأمن والسلام والازدهار. وإن رسالتي التي أبلغتها لسيادة الرئيس هو الاعتراف بالجميل من قبل الأمم المتحدة لدعم تونس لمجلس الأمن، ونحن نسعى إلى حصول المزيد من الدعم من تونس في هذا الإطار، كما نتطلع أيضا إلى دعم وزارة الشؤون الخارجية التونسية وإلى دعم موظفي الأمم المتحدة في تونس، حتى نقوم بكل ما في وسعنا لتقديم الدعم لجميع الليبيين. نناقش كل التطورات الليبية مع ضيفنا من صبراطة جبريل أحيدة، عضو مجلس النواب الليبي. سعادة النائب، مساء الخير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وبحدث اليوم. بداية، لماذا تم تأجيل الجلسة ليوم غد؟ بخير، مرحبا بكم قناة الحدث العربية وبمتابعيكم الكرام. طبعا جلسة اليوم كانت تشاورية فقط، حضرها لحد الآن حوالي 76 أو 77 نائب، بانتظار اكتمال العدد غدا لنصل للنصاب إن شاء الله لتكون جلسة رسمية غدا بإذن الله. ما العدد المتوقع غدا سعادة النائب؟ بإذن الله العدد حيصل التسعين، يعني النصاب مريح، نصف زائد واحد، لاستكمال ما بدأناه في غدا مساء إن شاء الله. طيب، يعني اليوم أيضا بالمقابل كان في اجتماعات جارية بطبرق، ويعني تم التقرير من هناك أنه اختيار سرت كمدينة لجلسة مناقشة الثقة بالحكومة. كيف تتعاملون مع هذا الإعلان؟ نعم، حقيقة كانت رسالة إيجابية من المجموعة اللي اجتمعوا في طبرق اليوم، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء إحالة اسماء مجموعة من النواب إلى النائب العام لإسقاط عضويتهم. أيضا كذلك سرت يعني لا يعارض عليها أحد، بشرط أن تكون فعلا سرت جاهزة لعقد جلسة متكاملة لأعضاء مجلس النواب، وأيضا تكون محددة بتاريخ محدد، وليس فقط لربما إضاعة الوقت أو تمطيط لربما تضييع الفرصة على مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته واعتماد الحكومة المرتقبة إن شاء الله. بس ولكن هناك فترة زمنية محددة بموجب الاتفاق الذي حصل وعملية التصويت بجنيف، المفروض خلال أيام. نعم لذلك نحن هنا في صبراتة يعني مستمرين الحقيقة في محاولة عقد جلسة بنصاب كامل، ويتحقق وسيتحقق ذلك غدا إن شاء الله. اليوم كان في إجماع على عدة خيارات، الخيار الأول أن يتحقق نصاب يعني قانوني لمجلس النواب أن يبدأ في الاستحقاقات المترتبة عليه اعتبارا من يعني تنظيم إدارة مجلس النواب، وكذلك اعتماد الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات المترتبة على مجلس النواب. يعني ولكن في نفس الوقت يعني لدينا آراء أيضا محترمة ونشجعنا شخصيا أنه ربما يعني إذا كان وجدنا زملاء وجد جدية بالفعل في جلسة سرت سيتجاوبون معها، ولكن الخيار الآن ذاهب باتجاه تحقيق نصاب في صبراتة واستكمال ما بدأنا غدا إن شاء الله. طيب سعادة النائب، يعني أنتم ترحبون بالقرارات التي تم التوصل إليها باجتماع طبرق اليوم؟ نعم، كانت الحقيقة رسالة إيجابية، ولكن لازالت الشكوك لدى البعض في عدم جدية رئاسة مجلس النواب برئاسة السيد عقيلة في هذا الإجراء، لأن نحن نعلم جيدا أن السرت غير جاهزة لحد الآن لا لوجستيا ولا غير ذلك لاستقبال. كيف يعني غير جاهزة؟ السرت طبعا الكل يعرف أنها تعرضت لحروب شرسة وهدمت البنية التحتية فيها تماما، يعني ربما هناك من يربط
ما يعني سيقوم به مجلس النواب في سنة بما قامت به 5+5، 5+5 مجموعة محدودة وفي مكان محدود، واستطاعوا أنهم ربما، لكن مجلس النواب بأعداد كبيرة ويحتاج إلى يعني استعداد لوجستي، والوقت لم يعد يسعفنا. يعني إذا كان هناك يعني وجدنا سائل إيجابية بالفعل لاستكمال الاستحقاقات التي بدأناها في غدامس، أنا تنفذ في سرت، فلما لا يكون ذلك؟ ولكن لحد الآن لا يوجد شيء مطمئن في هذا الشأن. طيب يعني حضرتك تقول أنكم ترحبون باقتراح سرت، ولكن لا تعتقدون أن سرت جاهزة لأن تذهبوا إلى هناك، يعني لن تذهبوا؟ نعم، هو مربوط هذا الأمر بربما استعداد لجنة 5+5 أنها تؤمن لوجستيا وأمنيا وجود مجلس نواب، وكذلك يعني الوضع اللوجستي هناك لحد الآن نعتقد أنها سرت غير جاهزة، ولذلك يعتقد الكثيرون أن هذه القفزة فقط هي ضاعت الوقت فقط يعني. طيب بالنسبة لاجتماعاتكم أنتم بصبراتة والمرتقبة يعني غدا، هل موضوع مناقشة رئاسة البرلمان ما زال موضوع على الطاولة؟ هو موجود على الطاولة، ولكن الأهم الآن هو منح الثقة للحكومة المرتقبة لتبدأ، يعني حتى لا نضيع الوقت. يعني الآن نحن سنعلن عن جاهزيتنا بنصاب كامل ونبدأ في جلساتنا، وفي انتظار الحكومة تقدم، رئيس الحكومة يقدم حكومته لمجلس النواب لمناقشته، وكذلك تقديم برنامجه لمجلس النواب لمناقشته ولاعتماد الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات، لأن هناك بعض الاستحقاقات لازالت مترتبة على مجلس النواب في هذه الفترة الانتقالية المتبقية. يعني لا يناقش موضوع رئاسة البرلمان غدا؟ لا، وارد جدا وموجود على الطاولة تغيير رئاسة مجلس النواب، لأنها حقيقة هي من ضمن الاستحقاقات اللي يعني متعهد بها حتى رئيس مجلس النواب، أن رئاسة مجلس النواب في حال ذهبت رئاسة مجلس الرئاسي إلى الشرق ستكون رئاسة مجلس النواب، هذا شيء طبعا تعرف ربما بين الأقاليم، منها ستكون للجنوب الليبي، وهذا استحقاق أيضا على مجلس النواب يجب أن يستكمل فيما تبقى من فترة انتقالية. بس ولكن لماذا يعني عدم انتظار تشكيل الحكومة والانتهاء من كل هذه يعني النقاط الأساسية ومن ثم الحديث عن رئاسة البرلمان، يعني لماذا طرحه الآن بنفس الوقت؟ هو لا يخفى على أحد أن هناك معرقلين ربما في ليبيا، وربما حتى وراءهم أطراف خارجية ربما يريدون حتى يعني تعرقلت ما حدث في جنيف وما حدث أخيرا من 75، ربما هناك من لا يروق له ما حدث يعني من اختيار هذا المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، فربما بطريقة أو بأخرى يسعى إلى عرقلة هذه الأمور بصورة غير واضحة. نحن الآن نسعى بقدر الإمكان أن مجواب، لأن هذه المجلس الرئاسي والحكومة رحب بها الليبيون كلهم، وأيضا الآن نلت ثقة المجتمع الدولي، ونحن نرحب بما أفرزته 75 مع اعتراضنا على عدم شرعية هذا الجسم، ولكن هذا الجهاز يجب أن ينجح. نعم، ولكن حضرتك سعادة نائب من تقصد بالأطراف؟ ذكرت موضوع الأطراف. لا يعني كثيرين ربما يريدون يعني مستفيدين من الفوضى والوضع، حتى وضع مجلس النواب المتشرذم ووضع الأزمة الليبية، لا شك أن هناك من هم مستفيدين منها سواء كان في الداخل أو الخارج، لذلك نحن أعضاء مجلس النواب حقيقة نتيجة خبرتهم في السنوات هذه يعوا كل ذلك، والآن هم يريدون أن يتجاوزوا الزمن ويختصروا المسافات لكي يعني يقوموا ما عليهم بما عليهم من استحقاق ليسلموا السلطة في الوقت المحدد وننتقل إلى مرحلة دائمة، هذا ما نسعى إليه جميعا. يعني كفانا حقيقة إضاعة الوقت، وكفانا تمطيط، وكفانا ربما يعني أمور يعني تتعلق بالفساد وبالأنانية وبالأمور اللي يعني الواحد يعني هناك من يحاول أن يختصر كل شيء في مصلحته، هذا نريد أن نتجاوز كل ذلك. نحن الآن مجلس النواب أن يمنح الثقة لهذه الحكومة وكذلك ضمن المجلس الرئاسي الجديد لكي حتى لا تحدث طعونات ضد هذه السلطة التنفيذية الجديدة، يعني وتكون هذه السلطة متفرغة تماما لحل أزمة ليبيا المحددة في خارطة الطريق التي أقرتها جنيف. يعني هل حضرتك أيضا من الذين يوافقون على ما قاله كذلك النائب أحمد شرف، هو موضوع أنه يجب على مجلس النواب أن يصوت للحكومة كي لا يعود للموضوع إلى لجنة 75؟ شيء طبيعي، عودة الأمر إلى 75 ليس في صالح ليبيا أساسا، هو يعني الآن نحن ربما كالخيار التي ذهبت فيه الأمم المتحدة وبعثت الأمم المتحدة
أنها لجأت إلى 75 ربما تعذر في ذلك، ولكن الآن هذه الثقة لو تمنح من هذا الجسم الغير شرعي ستكون معرضة للطعون وستتأثر بذلك الأزمة الليبية. نحن حريصين على أن نضمن هذا الاتفاق للاتفاق مثلا ينال ثقة مجلس النواب وهذه الحكومة تنال ثقة مجلس النواب لكي نقطع الطريق حتى على ربما الطعون أو الأمور، لأن بصراحة هناك من لا يريد، وإن قابلنا وجه غير ما هو غير الحقيقة، هناك نعم. من لا يريدون لهذا المجلس الرئاسي الجديد والحكومة أن تنجح، يريدون عرقلتها بأي طريقة ربما لقلب الطاولة أو لاستمرار وضع من هم؟ كل من هو مستفيد من هذه الفوضى الآن، كل من هو مستفيد من الوضع المتشرذم الآن أعتقد لا يريد لليبيا الاستقرار. شكرا جزيلا لك ضيفنا من صبراتة جبريل أحيدة عضو مجلس النواب الليبي، شكرا لك. نذهب الآن إلى البيضاء وينضم إلينا من هناك عبد الحميد صافي رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي. سيد صافي أهلا بك معنا على شاشة الحدث ودائما أيضا بحدث اليوم. أبدأ مع حضرتك من كلام سعادة النائب أحيدة وأخذ ردك بموضوعه، وقال أنه في ترحيب من جماعة صبراتة بعقد الجلسة بسرت، ولكن بنفس الوقت هناك تشكيك بأنه سرت مستعدة لاستقبال البرلمان. ومن أين يأتي هذا التشكيك؟ كانت هناك بيانات واضحة من المجلس الحكماء في سرت ومن بلدية سرت ومن نواب دائرة سرت بالدرجة الأولى الذين أكدوا بشكل واضح على أن سرت الآن جاهزة جدا لاستقبال مجلس النواب. وللعلم سيدتي الفاضلة، سرت قبل ثورة فبراير كانت تحتضن ما كان يعرف بالمؤتمر الشعبي العام وهو بمثابة البرلمان آنذاك في نظام القذافي، وبالتالي كان العدد أكثر ليزيد عن 300 و400 شخص، وبالتالي قادرة بشكل أو بآخر بهذه الطريقة. إنما ما أود قوله، أعتقد أن ما يميز سرت أن تتوسط ليبيا، وبالتالي كل الأشخاص وكل العالم يستطيع أن يأتي إليها وخصوصا في ليبيا بالدرجة الأولى. النقطة الأخرى أن سرت جاءت ضمن مبادرة السلام التي أطلقها فخامة رئيس مجلس النواب والتي لقت القبول والاستحسان الدولي والمحلي والعربي، وبالتالي أصبحت مثل النقطة الهامة جدا لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي ظفرت بها بملتقى الحوار السياسي الحكومة الجديدة والسلطة الجديدة. وبالتالي أعتقد وجود سرت وأهمية سرت تأتي من أهمية الاتفاقية التي أعلنت في القاهرة، نعم. وهي مبادرة السلام بأن تكون سرت مقر للسلطة التنفيذية والجديدة حتى لمجلس النواب. السلطة التنفيذية الجديدة أيضا، حضرتك تتحدث أنه ليس فقط أن تكون مقر للبرلمان أو لجلسة البرلمان، ولكن أيضا للسلطات التنفيذية التي انبثقت عن تصويت جنيف. نعم، وهذا ما أيده المجتمع الدولي والبعثة الأممية ورحب به العالم ككل ومجلس الأمن والجاخر الليبي متمثل مجلس النواب والقيادة. والآن اجتماعات 5+5 أين تعقد؟ تعقد في مدينة سرت، وبالتالي تلقى كل الأمن والترحاب والقبول والجاهزية والإنجاز بتنفيذ كافة ما ينتج على 5+5. إضافة إلى أن السلطة الجديدة لابد من أن تمارس مهامها بسرت وفق الاتفاق الذي جاء بهذه السلطة، وبالتالي إحدى أهم النقاط التي ستنجح الحكومة الوحدة الوطنية هي أن يكون مقرها الرئيسي هو سرت وفق هذه الاتفاقية. أعتقد أن اليوم في خامس رئيس مجلس النواب في الاجتماع والجلسة التي عقدت في مدينة طبرق دار السلام والتي كرم فيها سيد رئيس مجلس النواب أعضاء مجلس النواب هذه المدينة وعلى طيبون الذين احتضنوا مدينة طبرق حقيقة طيلة 6 سنوات الماضية لم يحدث أي شرخ حصل لمجلس النواب طيلة هذه السنوات، ودعت هذه الجلسة إلى أن تعقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوطنية. نعم، هذه اقتراحات أو قرارات الآن من جانب البرلمان؟ لا، فيما يخص بموضوع سرت، بموضوع أنه هي ستكون مركز الاجتماعات وخاصة مركز السلطة التنفيذية بشكل أساسي، هذا بند أساسي ورئيسي ولقى القبول والترحيب من المجتمع الدولي. سيدتي بنوصل لك شيء مهم جدا،
الآن ما حدث في الملتقى الحوار والخمسة وسبعين والسلطة التنفيذية جديدة وهذه الانتخابات وكل هذا الحراك هو ناتج من المبادرة السلام التي أطلقها السيد رئيس مجلس النواب وتوجت بإعلان القاهرة. نعم. هذه المبادرة مثل ما كان فيها وجود سلطة تنفيذية جديدة ووجود مجلس رئاسي من كل الأقاليم برقة فزان طرابلس، كذلك فيها بند مهم أن تمارس هذه السلطة مهامها من مدينة سرت. نعم. إما نأخذ الاتفاق المبادرة كلها بقج واحد، لا يمكن أو لا يعقل أن نأخذ منها ما نريد ولا نترك ما يريد. هذه الاتفاقية احتضنها المجتمع الدولي، دعمها، وأول دعم لها كان في الملتقى الحوار في جنيف الذي نتج عنه سلطة تنفيذية جديدة. الآن نقطة ثانية، مقر هذه السلطة في سرت. نعم. مقر هذه السلطة في سرت، سواء مجلس النواب أو السلطة التنفيذية الحكومة واحدة أو حتى الرئاسي، كل الرئاسات الثلاثة مقرهما في سرت مثل ما تم الاتفاق عليه. هل تعتقدون أنه يعني الدعوة والقرار الذي صدر اليوم من طبرق بأنه أن تكون سرت مركز للجلسة، جلسة منح الثقة، هل تعتقدون أنه سوف تلقى ترحيبا من كل النواب الآخرين الذين لم يحضروا اليوم؟ أعتقد حتى كلمات السادة النواب الأفاضل اليوم في الجلسة التي عقدت في مدينة طبرق كلها أيدت هذا. نواب مدينة سرت اليوم كانت لهم كلمة في هذه الجلسة، أكدوا على هذه النقطة ورحبوا بوصف النواب عن مدينة سرت تحديدا وعن هذه الدائرة، رحبوا بأن تعقد الجلسة في سرت، أكدوا بأن سرت جاهزة لهم، أكدوا بأن هناك بيانات من مجلس البلدي في سرت وأيضا الحكماء بأنهم مستعدون لاحتضان الرئاسات الثلاث. أعتقد حتى أن السيد خالد رئيس مجلس النواب يعتقد جيدا بأنه لم يقترح سرت إلا لسبب واحد، وهو عدم تقسيم ليبيا وسرت تتوحد فيها ليبيا بالدرجة الأولى لموقعها الجغرافي ولعدة أشياء هامة جدا. طيب. بالتالي من المفترض على كافة نوابنا الأفاضل أن يدعموا في هذا الاتجاه ويتباحثوا في مسألة منح الثقة لهذه الحكومة لكي ننتهي إلى الانتخابات المؤكدة في 24 ديسمبر. نعم. يعني طبعا يأتي هذا القرار اليوم بعد لقاء جمع أمس رئيس مجلس النواب برئيس المجلس الرئاسي، هل تم الاتفاق على هذا الموضوع على اعتماد سرت لجلسة منح الثقة؟ هنا أتحدث، هل هذا الموضوع يعني في اتفاق عليه بين الرئيسين؟ أعتقد أن الرجلان لم يرفضاني أن تكون سرت مقرا للرئاسات الثلاث في المرحلة القادمة التي تقدر بثمانية أو تسعة أشهر. أعتقد أقول لك هناك يعني لم يرفض أغلبية مطلقة، لا لم يتنبأ إلينا أنه قد رفض السيد الدكتور محمد المنفي. أعتقد أن تكون سرت مقرا، لا يوجد رفض أو تصريح من الدكتور محمد، ولكن أعتقد ما هو متفق عليه هو ما يحظى بأغلبية مطلقة من الرئاسات الثلاث، من الأطياف، من المجتمع الدولي، هو أن تكون سرت مقرا للسلطات التنفيذية. وبالتالي زي ما أنا قلت لك بأن سرت اختيرت وتم الاتفاق عليها قبل حتى ميلاد السلطة التنفيذية الجديدة والرئاسي الجديد، وبالتالي كل يعي جيدا بأن سرت هي المقر الرئاسي الجديد للرئاسات الثلاث. طيب سيد عبد الحميد، أيضا يعني النواب المجتمعون بصبراتة قد يطرحون موضوع رئاسة البرلمان غدا، كيف تقرؤون هذا التطور وكيف يتم التعامل معه؟ السيد فخامة رئيس مجلس النواب هو ليس ضد أي أفكار أو أي توجهات أو أي تغييرات تحدث. سيد رئيس مجلس النواب ليس متمسك بمسألة الكرسي أو كما يدعي الكثير ذلك. الرجل قال نحن نعمل وفق لائحة ووفق قانون ووفق أطر قانونية ودستورية واضحة. من كان يريد التغيير أو يرغب التغيير فعليه أن يأتي بالباب القانوني والدستوري الواضح. نعم. هو أن يحدث النصاب في المقر الدستوري في بنغازي أو المؤقت الذي اختير في مدينة طبرق تحت قبة البرلمان برئاستي الحالية مجتمعة ينظرون ويتباحثون وجهات النظر في أي تغيير، إما بنغازي إما طبرق لهذا الموضوع.
نعم يعني الاجتماع إما ببنغازي أو بطبرق المقر المؤقت وليس بسرت كما يتم. القانون واللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب هي التي تقول ذلك، وبالتالي هذه النقطة نقطة قانونية ومفصلية ومهمة جدا. كانت تريد التوجه فيها لابد من أن تنطلق من رأس القانون ورأس اللائحة التنفيذية اللتان تؤكدان أن أي اجتماعات خارج هذين المقرين وبدون دعوة رئاسة مجلس النواب المتواجدة حاليا والمتمثلة في السيد رئيس مجلس النواب بشار عقيلة صالح، أعتقد بأنها لا تعني القيمة القانونية الكافية لإحداث أي تغيير. من يجتمعون في صدراتهم نفسهم، من كانوا اجتمعوا في دامس، من كانوا اجتمعوا أيضا في طنجة، وبالتالي وجدوا الصعوبات القانونية الواضحة جدا التي لا يمكن الاجتهاد فيها، يعني لا اجتهاد مع النص، والنص واضح في مثل هكذا أمور. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من البيضاء عبد الحميد صافي رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة معنا. إلى فاصل نتابع من بعده في الملف اليمني. ميليشيا الحوثي تقصف مخيما للنازحين في مأرب. استقالة الحكومة والرغود الفات أصبحنا محاطون بالقنابل من كل الجوانب. طيب خلي يخرج الزميل المصور من هذه البقعة المحقق المصور كاميرتين انتصار معي المصور. وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللبناني؟ جديد، دانت الحكومة اليمنية قصف ميليشيات الحوثي لمخيم زور بمديرية صرواح بصاروخ باليستي وعددا من صواريخ الكاتيوشا. وقال وزير الإعلام معمر الأرياني إن استمرار الحوثيين في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مضيفا أن هذا الاستهداف يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش الحوثيين من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم. أيضا في التطورات اليمنية، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات قتالية لميليشيات الحوثي قادمة من صنعاء، وقصفت مواقع تابعة للحوثيين في مديرية مدغل شمال محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات على عدة محاور غرب المحافظة. وبحسب مصادر عسكرية، دفعت الميليشيات في الساعات الأخيرة بمئات من عناصرها نحو مديرية جبل مراد جنوب غرب مأرب، وتصدى الجيش الوطني بإسناد من التحالف لهذه التعزيزات وأجبرها على التراجع. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش صدت هجمات جديدة للميليشيات فجر الاثنين في جبهات الصرواح وبني ضبيان، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، كما تم أسر العشرات. مصادر حكومية أكدت وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني من محافظتي شبوة وأبين، كما ضمت كتائب من قوات الحماية الرئاسية للقتال إلى جانب قوات الجيش والمقاومة القبلية التي تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات في مأرب منذ أكثر من أسبوع.
قال اللواء منصور ثوابة قائد المنطقة العسكرية الثالثة أثناء تشييع شقيقه إن الجيش الوطني يدافع عن هوية اليمنيين وعن مشروع الدولة والشرعية المنتخبة من اليمنيين ويقاتل من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة. التضحيات لن تثنينا، أو العمل المستمر القتالي مستمر ولن تثنينا مهما ضحينا، وهذا واجبنا، ندافع عن حريتنا وعن كرامتنا وعن هوية اليمنيين. رسالة لإخواننا في الداخل، نحن ندافع عن هوية اليمنيين، عن التجهيل، عن هذه الفئة الباغية التي تريد أن تسطو على ممتلكات الدولة بلغة البندق وبلغة القوة. نحن ندافع عن شرعية منتخبة من الشعب، انتخبت فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي، فنحن ندافع عن كرامة اليمنيين وعن حريتهم وهويتهم. معنا مباشرة من مأرب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي. سيادة العميد الركن مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم ودائما على شاشة الحدث. أبدأ مع حضرتك بالمعلومات التي تتحدث عن قصف ميليشيا. يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا فيك. قصف ميليشيا الحوثي إذن لمخيم للنازحين بمأرب، هل من تفاصيل حول هذا الموضوع لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لك أختي العزيزة، وشكرا أيضا لقناة الحدث والطاقم الإعلامي والسادة المشاهدين الكرام، ونبارك لشعبنا اليمني وقواته المسلحة. هذه هي الانتصارات التي تمت في مختلف الجبهات القتالية، سواء في جبهات مراد وصرواح والمقدرة وكذلك المشجح، واستطاع الجيش أن يقهر تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية ويكبدها الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. أمام تلك الانتصارات قامت الميليشيات الانقلابية الحوثية بارتكاب الجرائم والعمليات الإرهابية المتواصلة في قصف المدنيين في محافظة مأرب، وكذلك إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على رؤوس النازحين الذين هربوا من مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى مدينة مأرب الذي احتضنت مختلف فئات الشعب اليمني. هذه المدينة مدينة محافظة مأرب الحضارة والتاريخ والأمجاد، لكن الميليشيات الانقلابية الحوثية التي لا تحب كل شيء جميل في هذا الوطن، إنما ديدنها وأسلوبها هو الإرهاب بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ على مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، وإطلاق الصواريخ البالستية والمقذوفات بصورة متواصلة، سواء أختي العزيزة على المدينة أو ما أطلقته اليوم بصاروخ بالستي على مديرية صرواح في استهدفت النازحين وكان هناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحى. هذه الميليشيات الحوثية الإجرامية، نحن من خلالكم نوجه النداء إلى الأمم المتحدة، إلى المجتمع الدولي، إلى الدول المحبة للسلام، أن تصنف هذه الميليشيات الحوثية جماعة ومنظمة إرهابية. أما نحن في الجيش الوطني وفي الشعب اليمني مصنفين هذه الميليشيات الحوثية أنها جماعة إرهابية منذ اعتداءاتها الأولى على شعبنا اليمني في محافظة صعدة وصنعاء وعمران ومختلف المدن اليمنية. نعم. تواصل الميليشيات جرائمها المتواصلة في حق أبناء شعبنا اليمني. سيادة العميد الركن، هل من أرقام واضحة لعدد القتلى من المدنيين الذين قصفوا اليوم بالصاروخ البالستي؟ نسأل هنا عن مدنيين، يعني سواء كبار السن، أطفال، الجميع، يعني هل في أرقام؟ فعلا الإحصائية الأولية، هناك أعداد من الشهداء سواء كانوا كبار السن أو كذلك أطفال ونساء. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية لا تابه بأبناء الشعب اليمني ولا بالنازحين ولا بالمدنيين في محافظة مأرب، فقد أطلقت خلال العشر الأيام الماضية أكثر من 9 صواريخ بالستية وكذلك 5 طائرات مسيرة متفجرة وقعت على المنازل ووقعت أيضا على رؤوس المدنيين. ونحن من هنا نترحم على الشهداء الذين ارتقوا إلى الله عز وجل في هذه المحافظة مأرب وفي كل المحافظة اليمنية، ونترحم أيضا على شهداء الجيش الوطني الذين ارتقوا إلى الله وهم يدافعون أيضا عن الدولة والشرعية وعن العزة والكرامة لهذا الشعب اليمني. شعارهم دوما بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. الميليشيات الانقلابية الحوثية مستمرة في جرائمها، والجيش الوطني سيؤدب هذه الميليشيات ولن تمر دماء الشهداء سدى. قصف هذه المنطقة تحديدا سيادة العميد الركن هو بهدف التقدم العسكري من جانب الميليشيات أو في أهداف أخرى فيها؟
الميليشيات الإنقلابية الحوثية تهدف من وراء إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على محافظة مأرب، أولا لترويع السكان وإجلائهم من هذه المدينة لغرض الترويع والإخافة، وكذلك أنها مستمرة في جرائمها، لأن طبيعة الميليشيات الحوثية هي أخطر من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وهي تقوم بالإرهاب المتواصل والإرهاب المستمر في حق أبناء شعبنا، سواء بإطلاق الصواريخ المسيرة أو متوسط المدى وكذلك الطائرات المسيرة التي تطلقها بين الحين والآخر، وما تقوم به أيضا من تفخيخ لأرض اليمن أكثر من مليون لغم زرعته الميليشيات الإنقلابية الحوثية. نعم. هذه الميليشيات أرادت أن تقوم بعملية أولا القتل المنهج والمتعمد اليومي لأبناء محافظة الحديدة وكذلك تعز وكذلك محافظة مأرب. هذه الميليشيات الحوثية لا تعيش إلا في ظل تلك الجرائم، ولكن نعم. الجيش الوطني سيرد الصاع صاعين لتلك الميليشيات الإنقلاب الحوثية. سيادة العميد العزيزة، المقاتلون الأبطال من الجيش الوطني يكبدون الميليشيات. يعني سؤال هنا بموضوع القتال الموجود سيادة العميد الركن، ما هو عدد المحاور الآن التي يقاتل عليها الجيش اليمني بمأرب؟ طبعا أعد السؤال، ما هو عدد المحاور التي يقاتل عليها الجيش اليمني بمحيط مأرب؟ سمعنا جزء من السؤال والأخير، الجيش الوطني أختي العزيزة ممكن تعيد السؤال؟ حضرتك عم تسمعني الآن بشكل واضح؟ تسمعني سعادة العميد؟ أسمعي جيدا. طيب. السؤال حول عدد المحاور التي يقاتل عليها الآن الجيش اليمني بمحيط مأرب. بالنسبة للجبهات والمحاور التي تحيط بمحافظة مأرب، هناك عدد من الجبهات التي تم قيام الميليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة إيرانيا بتنفيذ هجمات والتسللات على تلك الجبهات، وأولها جبهة مراد التي حققت المراد لشعبنا اليمني واستأصلت تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع، لكن كان المقاتلون الأبطال ورجال القبائل والمقاومة الشعبية لهم بالمرصاد وكبدوهم الخسائر الكبيرة. كذلك كانت هناك هجمات وتسللات للميليشيات الإنقلابية الحوثية في جبهة صرواح المترامية الأطراف، وفعلا تسللت إلى بعض المواقع، تم استعادة عدد من المواقع، وما زالت المعركة حتى هذه اللحظة لاستعادة بقية المواقع من جبهة صرواح التي فعلا تمثل الحصن الحصين للجيش الوطني، وأيضا منطلقا لاستكمال تحرير محافظة مأرب والتقدم نحو العاصمة صنعاء لاستيصال شافة الميليشيات الإنقلابية الحوثية. أيضا أختي العزيزة، هناك معارك أيضا مستمرة سواء في جبهة الجدعان والمخدرة وهيلان والمشيح، وهذه الجبهات كلها جبهات قوية وصامدة أيضا في وجه الميليشيات الإنقلاب الحوثية، وتحولت أيضا من العملية الدفاعية إلى العملية الهجومية. هناك أعداد مئات القتلى من الميليشيات الإنقلابية الحوثية، منهم من أخذتهم الميليشيات ومنهم ما زالوا مرميين في تلك الصحاري وفي تلك الجبال. هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية زقت بأولئك أيضا العناصر من ميليشياتها إلى تلك الجبهات. نحن من عليكم نقول للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين أن يمنعوا أبنائهم من الانخراط مع الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية التي تزوجهم إلى تلك المحارق. أيضا هناك عمليات قتالية دفاعية وهجومية في محافظة الجوف وخاصة في دحيضة والقدافر، واستطاعوا أيضا أن يقمعوا تسلل الميليشيات الإنقلابية الحوثية. المعارك أيضا مستمرة بين الحين والآخر حتى هذه اللحظة أمام انهيار كبير للميليشيات الإنقلابية الحوثية التي قامت بتلك العمليات الإنتحارية. وأيضا من الأهم بمكان أين هذه الانهيارات؟ هناك التفاف كبير من رجال القبائل والمقاومة الشعبية مع الجيش. نعم سيد العميد الركن، أين هذه الانهيارات اللي تذكرها حضرتك؟ أي مناطق تحديدا؟ الانهيارات التي حدثت للميليشيات الإنقلابية الحوثية والتي فعلا تلقت الضربات الموجعة، هناك عشرات من القتلى وعشرات من الجرحى وعشرات من الأسرى للميليشيات الإنقلابية الحوثية، أولا في جبهة صرواح ثم في جبهة مراد وكذلك الجدعان والمخدرة والمشجح. هذه الجبهات وكذلك جبهة نهم كان لها أيضا دور كبير في تكبيد الميليشيات الحوثية الإرهابية، الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. أيضا كان دور الكبير للطيران المقاتل
الجهات الذي دك أوكار وتعزيزات وتحصينات الميليشيات الإنقلابية الحوثية وكذلك الأطقم القتالية التي كانت تصل اتباعا بين الحين والآخر. ونحن من خلال قناة الحدث نوجه الشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الإسناد الطيراني المتواصل أو كذلك على الدعم اللوجستي المقدم أيضا لقواتنا المسلحة في مختلف الجبهات القتالية. اليوم الميليشيات تتلاشى، اليوم الميليشيات في معركة قطع النفس لهذه الميليشيات التي أرادت أن تدخل إلى محافظة مأرب، لكن كان أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لهم بالمرصاد. عما قريب سيتحقق النصر وسيتم التقدم صوب العاصمة صنعاء لتحريرها من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية وطرد الجاسوس العدو الحربي حسن إدريس إيرلو الذي يدير الميليشيات الحوثية. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، ضيفنا مباشرة من مأرب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبد مجلي. إلى فاصل نتابع من بعده بحدث اليوم، جدل الانسحاب الفرنسي العسكري من الساحل، أصوات ترتفع في باريس ومخاوف في أفريقيا. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر النفطي. حوثية تستخدمه كسلاح بصرف النظر عن النتائج. معلومات تتحدث عن انفصال بين القيادات الحوثية. كثير الآن أصبحوا لم يعودوا تحت سيطرة عبد الملك الحوثي. الحوثي مستمرة في قصف منازل المواطنين. جماعة الحوثي تتلقى دعم هائل من قبل نظام الملل في إيران. تعيين تيموثي ليندر كينج مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، ماذا سيغير في الصورة؟ جريفيتس في طهران، تصريحات أمريكية واضح بأنها تدعو الحوثيين لوقف ما تقوم به من زعزعة للاستقرار في أي إطار نضع ذلك. الخطوة الأمريكية أعتقد أنها خطوة في اتجاه صحيح. الأرقام تشير إلى نحو 4000 انتهاك، ما الذي يمكن أن يفعل من أجل أن لا تتكرر هكذا انتهاكات؟ أهلا بكم من جديد. تعقد 5 دول من الساحل وفرنسا قمة للبحث في مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث تريد باريس من حلفائها تولي الشق السياسي فضلا عن العسكري لخفض انخراطها المتواصل منذ 8 سنوات. وأعلن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد أعلنوا حضورهم إلى نجمينا عاصمة تشاد. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فسيشارك عبر تقنية الفيديو. وتستمر القمة يومين، وتجمع أولا مجموعة الخمس إلى جانب فرنسا على أن ينضم إليها لاحقا شركاء دوليون. وترى فرنسا أن شركائها في الساحل لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي، لا سيما في مالي لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروا منها. تستضيف إذن العاصمة التشادية نجمينا قمة بين فرنسا والمجموعة الخماسية لدول الساحل لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة. القمة تأتي بعد عام على تعزيز فرنسا انتشار قواتها في منطقة الساحل في إطار عملية برخان، حيث تضاعف الوجود العسكري في منطقة الساحل خلال سنة واحدة من 4500 جندي إلى 5100. زيادة عدد الجنود الفرنسيين المتمركزين في الساحل أثار جدلا حادا لدى الرأي العام الفرنسي حول كلفة عملية برخان وحتى الفائدة منها.
الضغط الداخلي الممارس على الرئيس إيمانويل ماكرون دفعه الشهر الماضي إلى فتح الباب أمام إمكانية الانسحاب بعد تدخل دام 8 سنوات، حيث أن التدخل الفرنسي في شمال مالي بدأ في عام 2012 خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق، وفي 2017 أطلقت مجموعة الدول الخمس قوة قوامها 5000 عنصر، لكنها لا تزال متعثرة بسبب نقص الأموال وسوء المعدات والتدريب غير الكافي. وقبل عام تعهدت تشاد التي توصف بأنها تملك أفضل جيش بين الدول الخمس بإرسال كتيبة إلى نقطة الحدود الثلاثية حيث تلتقي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لكن الانتشار العسكري لم يحصل بعد. بدلا من ذلك ولتخفيف العبء تأمل فرنسا في الحصول على مزيد من الدعم العسكري من شركائها الأوروبيين من خلال مهمة تاكوبا التي تساعد مالي في حربها ضد الجماعات المسلحة. قادة 5+1 قد يناقشون في هذه القمة إمكانية استهداف كبار قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لكن يبدو أن فرنسا على خلاف بشأن هذه النقطة كما سنرى مع قادة مالي الذين يبدون رغبة متزايدة بفكرة إجراء حوار مع الجماعات المسلحة لوقف إراقة الدماء في هذه المنطقة. على كل نفهم أكثر ما يجري هناك سواء بالقمة أو حتى بالتطورات على الأرض مع ضيفتنا من باريس آن جيديتشيلي الباحثة المختصة في الشؤون الأمنية. سيدة آن، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم. بداية يعني إلى أي مدى فعلا الضغوط الداخلية الفرنسية بسحب القوات الفرنسية من منطقة الساحل قد تتحقق ويكون هناك قرار فرنسي بالفعل بالانسحاب؟ Well, it's a good point to underline the importance of the political parties, أهمية الأطراف السياسية والمعارضة هنا في فرنسا التي توجه انتقاداتها للرئيس الفرنسي، ولا سيما أنه يبدو في حالة من عدم الفهم لإنفاقنا لأموال طائلة حتى اللحظة منذ العام 2014 الذي كان نقطة البداية لعملية الإنفاق، وكنا قد ضاعفنا هذا الإنفاق على تلك المهمة، وفي نفس الوقت حتى اللحظة لا يبدو أن النتائج مقنعة. فالنقطة هناك مغزى سياسي، وكان هناك أيضا جدل في مجلس النواب في باريس حول التمثيل حيث سأل الممثلون السياسيون في البرلمان حول الخيارات المتاحة على الطاولة بالنسبة للمشاركة الفرنسية. للحكومة 3 خيارات مطروحة وهي ما سوف تتم مناقشتها اليوم ويوم الغد وفي مرحلة لاحقة، ونظرا لأن الأمر ليس متروكا لفرنسا فقط بمسألة انسحابها من عدمه، لكن على فرنسا أيضا أن تقنع شركائها، وكما قلتم في معرض تقريركم أن تقوم بالعمل مع كافة الدول الساحل الخمس من أجل الوصول لتعزيز القوات في تلك المنطقة إذا ما كان الأمر ممكنا، من أجل أداء المهام التي كانت منوطة فقط بفرنسا وشركائها فقط. تحدثت حضرتك عن 3 خيارات مطروحة الآن فرنسيا، ما هي هذه الخيارات؟ الخيار الأول الذي يبدو أنه الأكثر سهولة يتمثل فقط في سحب 1600 رجل أو جندي الذين تم تكليفهم منذ سنة بعد كانت الأوضاع قد دخلت في مرحلة صعبة في يناير عام 2020 وفبراير 2020.
وحيث كانت هناك مشكلة مع شركائنا في منطقة الساحل، والجانب الأمني كان صعبا وهشا للغاية. لذا تم اتخاذ قرار آنذاك بتقديم تلك المجموعة الإضافية من القوات، وكان قوامها ما حوالي 500 إلى 600 رجل لتقديم يد العون. لذا الخيار الأول هو فقط أن يتم سحب تلك القوات الإضافية التي تم تكليفها من أجل تقديم يد العون، والآن قد تكون هذه بمثابة طريقة لسحب هذه القوات، وبذلك يمكننا أن نفعل أي شيء لسماع الرأي العام الفرنسي. الخيار الثاني يتمثل بالعمل على استطلاع الآراء الفرنسية، بحيث سوف تعمل فرنسا أيضا مع شركائها لتأجيل اتخاذ القرار. والخيار الثالث هو أن يتم سحب فقط ما يقرب من نسبة محددة من هذه القوات، وهذا لن يكون قرارا سياسيا يمكن التفاهم عليه بصورة بسيطة بين فرنسا وشركائها، لكنه قد يحمل معه تبعات سيئة بالنسبة لدول الساحل إذا ما تم. التحدي الأساسي يكمن اليوم ويوم الغد في مسألة الدفع بالشركاء الآخرين للانضمام إلى تلك المهمة، وشركائنا الأوروبيين مثل ألمانيا، ولهذا هناك ممثل من الحكومة الألمانية سوف يكون حاضرا يوم الغد في هذا الاجتماع، وفي ذات الوقت سوف يتم الدفع باتجاه حث شركائنا في دول الساحل ليتحلون بالمزيد من الفعالية في مجال التعاون مع الشركاء الآخرين، وهذا يمثل حجر الأساس في الاجتماع. باختصار سيدة آن، هل من استعداد أوروبي فعلا لدعم فرنسا؟ في المرحلة الحالية وكما تعلمون وجاء في معرض حديثكم قوات تابوكا التي كانت قد أعلنت عن عزمها لمساعدة فرنسا من خلال قوات خاصة، ولدينا الآن كما تعلمون قوات سويدية وإستونية وقوات ألمانية. فلنفترض أن هذه القوات لن تكون ضرورية، لكنها سوف تقدم يد العون. من حيث التنمية وجوانب التطوير، فإن مساعدة أوروبا سوف تتمثل من خلال الميزانية التي سوف تصرف على الأعمال التنموية في الساحل بالتعاون مع فرنسا. فلنقل مثلا إذا كان انتهى وقت هذه المقابلة. سيدة آن، أنا أعتذر من حضرتك. ضيفتنا من باريس آن جديتشيلي، الباحثة المختصة في الشؤون الأمنية، ومع هذا الملف مشاهدينا نصل إلى ختام حدث اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.